قصة اليوم لما تسمعها راح تحكي انه مستحيل هاي القصة صارت على ارض الواقع. راح تحكي اكيد هاي القصة انت يا حمزة جايبها من فيلم من افلام هوليود او جايبها من مسلسل من مسلسلات نتفليكس. بس لا اطمن، قصة اليوم هي قصة حقيقية صارت على ارض الواقع وتحديدا في فرنسا. بطل هاي القصة هو شاب عربي من الجزائر اسمه رضوان فايد. رضوان قدر انه يشكل عصابة ويعمل سطو مسلح على بنوك في فرنسا، ولما انسجن قدر انه يهرب من السجن مرتين بطرق مخيفة، حرفيا طرق مخيفة. المهم قبل ما نبلش بتفاصيل القصة بنصحك انك تجيب لك هيك اشي دافي تاكله او تشربه، لانه فيديو اليوم يمكن يكون طويل شوي. وكمان ما تنساش انك تعمل لايك وسبسكرايب. وهسا خلينا نبلش بالقصة. قبل ما نبلش بالقصة، فيديو اليوم إله راعي، وراعي هذا الفيديو هو برنامج فيفا كات. برنامج فيفا كات هو برنامج بتقدر من خلاله إنك تصمم فيديوهات بدون ما تتعب. فيفا كات بتقدر تنزله من الأب ستور أو من جوجل بلاي. راح أترك لكم روابط التنزيل تحت بالوصف. بعد ما تنزل هذا البرنامج بتدخل عليه راح تلاقي كثير قوالب جاهزة. أنت بس فوت عليها، حط الصورة اللي بدك إياها، وراح يعمل لك تصميم مرتب على كيف كيفك. تقدر تاخذ هذا الفيديو وتنزله على التيك توك على الانستغرام وتفيع يا كبير. تنسوش انه رابط التحميل راح يكون موجود تحت بالديسكريبشن. اما هسه خلينا ندخل بالقصة. في سنة 1972، يعني قبل ما يقارب 50 سنة، انولد شخص بالجزائر اسمه رضوان فايد. رضوان انولد لأسرة بسيطة وفقيرة، وكان هو الصغير وعنده 9 اخوان اكبر منه، يعني هم كلهم مع بعض 10 اطفال. ابوه كان بيشتغل عامل نظافة وامه كانت تشتغل خادمة في البيوت. بعد فترة بسيطة رضوان انتقل هو وعيلته من الجزائر الى فرنسا، واول صدمة اكلها رضوان في حياته لما ابوهم تركهم ورجع للجزائر فجأة. هرب من المسؤولية الكبيرة اللي كانت عليه. ابوه تركه مع ام غلبانة وبسيطة ومعها 10 اطفال، كيف حتربيهم لحالها؟ وبعد فترة من الزمن يوكل رضوان ثاني صدمة في حياته. الصدمة هاي كانت ان امه انصابت بمرض الكانسر، المرض الخبيث، لحد ما اجا يوم وتوفت امه لرضوان. وبنفس الفترة يلي توفت فيه امه لرضوان كان رضوان في الثانوية العامة. فكثرة المشاكل ادت ان رضوان يرسب في الثانوية وما يكمل تعليمه، مع انه كان شخص شاطر جدا في الدراسة وكان الكل متوقع انه يجيب من الاوائل، لكنه رسب. فراح اتجه للأشياء الغلط. بلش رضوان يتعرف على أصحاب سوء، والموضوع اتطور معاه لدرجة انه عمل عصابة. والله بالضبط زي ما بقولك، عمل عصابة وعمره لسه في بداية العشرينات. ولما اقولك عمل عصابة يعني عصابة مكونة من ناس وأسلحة وبيخططوا لعمليات سرقة وخطف، اشي كثير كبير. رضوان في هذيك الفترة كان متأثر بأفلام هوليود يلي بتحكي عن السطو المسلح وعن السرقة. فالعصابة يلي كونها رضوان كانت قائمة على هاي الأفلام. ببساطة بشوف فيلم بيعجبه بقرر انه يستلهم هاي الفكرة ويعملها على أرض الواقع. أول عملية عملها رضوان كانت في سنة 1995. استلهم فكرة العملية من فيلم اسمه بوينت بريك. قصة هذا الفيلم بكل اختصار بيكون في عصابة ويدخلوا بيعملوا سطو مسلح على بنك، وهاي العصابة بتكون لابسة أقنعة على شكل وجوه رؤساء أمريكا. بالفعل رضوان جهز عصابته وعمل سطو مسلح على بنك في العاصمة الفرنسية باريس، ولبس هو وعصابته أقنعة على شكل وجوه رؤساء فرنسا. وبالفعل نجحت عملية السطو هاي وقدروا إنهم ياخذوا مبلغ 140,000 يورو. المهم الأمور كانت ماشية تمام لحد سنة 1996. بعد العملية بسنة تمسك الشرطة واحد من عصابة رضوان. لما الشرطة مسكت هذا الشخص قاعدة تتحقق معاه مع شوية تعذيب، اعترف على العصابة كلها، اعترف على أسماءهم ومكانهم كل إشي. وبرأيكم إيش أول إشي عمله رضوان لما عرف إنه الشرطة اكتشفت أمره؟ قرر إنه يعمل عملية سطو مسلح ثانية. عملية السطو هاي برضو كمان كانت مستلهمة من فيلم. الفيلم هذا كان اسمه دهيت. قصة الفيلم بتحكي بكل بساطة عن عصابة بتقرر انها تعمل سطو مسلح، لكن هاي المرة مش على بنك بل على شاحنة نقل الاموال. زي ما بتعرفوا المصاري مش بتتصنع جوا البنك، المصاري بتتصنع بمكان اسمه مبنى صك العملة، وبتيجي شاحنات تنقل هاي المصاري من المبنى صك العملة
للبنوك. فكرة بكل اختصار كانت انه الشاحنة لما تطلع من مبلسك العملة للبنك، هم في نص الطريق يعملوا سطو مسلح عليها. قاعد رضوان مع عصابته قاعدوا يتناقشوا ويفكروا كيف حيعملوا هاي العملية، ولاحظوا انه كل شاحنة نقل اموال بترافقها سيارة شرطة او دورية شرطة. فقال لك بس هاي الفكرة، راح نعمل سيارة شرطة وهمية ونرافق شاحنة نقل الاموال، وبالمكان والزمان المناسبين راح نطلع اسلحتنا ونعمل سطو مسلح على هاي الشاحنة. وبالفعل جهز مروان وعصابته وخطفوا دورية شرطة فرنسية، وبطريقة او باخرى قدروا انهم يرافقوا شاحنة نقل الاموال. ولما وصلوا لمكان مقطوع عملوا حادث متفق عليه، حادث مفبرك. لما صار هذا الحادث وقفت شاحنة نقل الاموال، قدروا انهم يطلعوا اسلحتهم، يهددوا سايق الشاحنة وينزلوه ويسرقوا المصاري اللي موجودة. بالفعل نجحت العملية وقدر رضوان انه ياخذ مبلغ 3 مليون يورو. العملية نجحت بس مش 100%، لانه بينما رضوان كان قاعد بنقل المصاري من شاحنة نقل الاموال للسيارة تاعته، قدر واحد من الشرطة انه يصيبه في كتفه. لما صابه في كتفه نزل من رضوان دم. لما اجت الشرطة على موقع الجريمة قدرت انها تاخذ الدم اللي كان موجود على الارض وتعمل له فحص. بعد ما عملوا الفحص اكتشفوا انه الدم لرضوان، قدروا انهم يربطوا بين عملية السطو للبنك وبين عملية السطو للشاحنة، فعرفوا انه العقل المدبر واحد، هو رضوان فايد. وهون رضوان انتشرت قصته بفرنسا واطلقوا عليه لقب الدماغ. المهم بعد القصة هاي بسنتين وتحديدا بسنة 1998، كان رضوان فايد راكب في قطار، ويصير اشي روتيني وطبيعي جدا انه تدخل شرطة على القطار وتطلب من الناس هوياتهم او باسبوراتهم وتعمل تدقيق سريع يعني. فلما وصلت الشرطة عند رضوان اعطاهم الباسبور تاعه، بس الشرطة اكتشفوا انه هذا الباسبور مزور، فقبضوا عليه وودوه للطابق الاول في محطة القطار. فجأة على ارتفاع 3 متر يقرر رضوان انه ينط من فوق هذا الطابق، بس وقع على ايده، فاجت الشرطة عليه كمان مرة ومسكته وحطته في دورية الشرطة. لما ركب رضوان مع الشرطة بالسيارة لاحظ وجود مسدس على خصر الشرطي، فمباشرة راح سحبه منه وهددهم بالسلاح، وقدر انه يهرب من سيارة الشرطة ويبعد عن المكان. هيك صار هارب مرتين من الشرطة بنفس اليوم بنفس المكان. هون رضوان احرج الشرطة الفرنسية انه كيف مش قادرين تمسكوه لهذا الشخص، ولما مسكتوه قدر انه يهرب من بين ايديكم. بس رضوان للأمانة كان ذكي جدا، ذكي لدرجة انه مش بس هرب من الشرطة بل انه قدر يهرب من فرنسا. بالفعل رضوان طلع من فرنسا وراح على سويسرا. بس في اشي لازم تعرفوه، انه في اشي في العالم اسمه الانتربول. الانتربول بكل بساطة هي عبارة عن منظمة دولية بيقدروا جميع اجهزة الشرطة في جميع العالم انهم ينسقوا بين بعض ويتواصلوا. يعني اذا في مطلوب بفرنسا ويجي على الاردن عادي جدا بنمسك هون وبرجع على فرنسا. وين ما كنت اذا كنت مطلوب خطير واسمك مسجل عند الانتربول بيقدروا يجيبوك بكل بساطة. فعلا رضوان كان زلمة خطير بفرنسا وكان مسجل عند الانتربول، فقدر الانتربول انه يمسكه بسويسرا. طريقة القاء القبض عليه انه حاول يستخدم فيزا مسروقة لحتى يحجز بالفندق، فيلي شغالين بالفندق مباشرة استدعوا الشرطة قالوا لهم تعالوا في واحد معاه فيزا مسروقة بده يحجز هون. اجت الشرطة حاولوا يدققوا على جواز سفره على هويته، اكتشفوا انه كل الاشياء يلي معاه مزورة، الباسبور تاعه فيك، الهوية فيك. فلما دوروا وراه عرفوا شخصيته الحقيقية، عرفوا انه هو رضوان الفايد، زلمة مطلوب وخطير جدا بفرنسا. القوا القبض عليه ورجعوه لفرنسا، ولما رجعوه لفرنسا قضاء الفرنسي حكم عليه بالسجن لمدة 18 سنة. بس رضوان الفايد قضى منهم 10 سنين، فقط 10 سنين. خلال العشر سنين هاي قدر رضوان انه يقنع الناس كلها انه خلص هو تغير وصار بني ادم جديد، بني ادم نظيف. بالفعل هذا اللي صار. بعد انقضاء 10 سنين من سجنه رضوان يطلع من السجن حسن سيره وسلوك. انتم متخيلين زلمة كان من اخطر الناس بفرنسا ومن اول المطلوبين يطلع من السجن حسن سيره وسلوك. وبالفعل لما طلع من السجن حاول يثبت للناس انه تغير وصار بني ادم ثاني، وصار كاتب ويكتب كتب ويبيح على الناس يحكي لهم فيه عن معاناته وعن تجربته في الحياة. فهون الناس بلشت تحب رضوان أكثر، وبلشت التلفزيونات تعمل مقابلات مع رضوان فايد. وبيوم من الأيام التلفزيون الفرنسي يعمل مقابلة مع رضوان، ويطلع رضوان في المقابلة ويقول حرفيا الشيطان الذي كان بداخلي لقد مات. بس من الواضح أنه رضوان كان يكذب على الناس ويصرح فيهم، لأنه بنفس السنة اللي طلع فيها من السجن رضوان فايد يعمل عملية سطو جديدة، لكن عملية السطو هاي كانت فاشلة، لأنه هو قاعد بيعمل عملية السطو داخل البنك، الشرطة قبضت عليه، الشرطة مسكته. والصدمة كانت عند الشرطة والشعب الفرنسي كامل لما عرفوا
هوية الشخص يلي قاعد بيحاول يعمل سطو مسلح. اكتشفوا انه رضوان الفايد الزلمة اللي بيحبوه واقتنعوا انه تغير، والمرة هاي الحكم عليه كان قاسي، حكموه بالسجن لمدة 25 سنة. وهنا ببلش فصل ثاني من القصة. رضوان لما دخل السجن قال لك اول مرة قدرت اطلع حسن سير وسلوك، هاي المرة لو ايش ما اعمل مستحيل اطلع. ويلي زاد الطين بلة انه في عملية السطو الفاشلة اللي عملها رضوان قتل شرطي فرنسي، فهنا فيش مجال للتهاون ابدا. فبلش يفكر بطريقة يطلع فيها من السجن، لقى فيش قدامه الا الهروب. ظل سنين وهو يفكر لحتى يهرب من السجن، لحد ما وصلنا ليوم 29 مايو من سنة 2013. في هذا اليوم بيكون مر سنتين على سجن رضوان. في هذا اليوم برضه سمحوا له لحتى يشوف الناس، لحتى هيجي ناس يزوره. فأول شخص قرر انه يزور رضوان كان اخوه كان اسمه رشيدي، اخوه الكبير لرضوان. طبعا هاي الزيارة ما كانت طبيعية، لانه اخوه لرضوان دخل على السجن وهرب معاه مسدس ومتفجرات. وطبعا ما تسألني كيف قدر انه يدخل السجن مسدس ومتفجرات، لأنه الشرطة الفرنسية نفسها لحد اليوم ما بتعرف. المهم بطريقة أو بأخرى رشدي قدر أنه يدخل مسدس ومتفجرات لداخل السجن، ولما التقى هو ورضوان أعطاه المسدس والمتفجرات. وبعد ما خلصت الزيارة طلع أخو رضوان خارج السجن، يطلع رضوان سلاحه ويحطه على راس شرطية كانت حارسة في هذا السجن. رضوان هنا استعمل هاي الشرطية كدرع بشري لحتى ما حدا يطلق النار عليه، وبرضه كمان قدر أنه يأخذ ثلاث شرطة آخرين كرهينة. وأول ما طلع رمى على باب سجن المتفجرات وهرب مع الأربع رهائن يلي معاه، الشرطية وثلاث شرطة آخرين، وركض وهرب بعيد عن السجن، وكانوا أخواته مستنيينه بالسيارة. فترك رضوان ثلاثة من الشرطة وخلى معاه شرطي واحد بس كرهينة. وبعد ما وصلوا لمسافة بعيدة رموه في منطقة مقطوعة. بعد ما وصل الخبر للشرطة وقعدوا يدوروا وراه، لقيوا أنه السيارة يلي هرب فيها رضوان وإخوانه محروقة ومرمية في نص الشارع. وبعد هاي الأحداث بفترة يلتقي رضوان مع شخص آخر لحتى يشتري منه جواز سفر فيك، جواز سفر مزور لحتى يقدر انه يهرب من فرنسا. بس هون رضوان وقع بالفخ، لانه رضوان ما كان يعرف انه الشخص اللي اتفق معاه انه يعطيه جواز مزور هو شخص بيشتغل مع المخابرات الفرنسية، وبتنسيق بين المخابرات والشرطة قدروا انهم يعملوا كمين لرضوان ويمسكوه. بالفعل قبضوا على رضوان فايد وودوه للمحكمة، ولما ودوه للمحكمة حكمت عليه بالسجن لمدة 43 سنة، وحطوه بأكثر سجن متأمن وأكثر سجن عليه حراسة بفرنسا كلها لحتى يضمنوا انه ما يقدر يهرب. قعد رضوان 5 سنين بالسجن. خلال 5 سنين هدول برضه كمان كان محترم ومؤدب وخلوق، حاول يبين لهم انه هو فعلا تغير، بس برضه كانت الشرطة مشدد الحراسة عليه. المهم في يوم 1 يوليو من سنة 2018 قرر اخوه لرضوان رشيدي انه يزور اخوه. لكن انت طبعا مفكر انه اخوه رح يزوره زي المرة الماضية، رح يدخل من الباب. لا، هاي المرة اخو رضوان دخل من السطح، دخل على السجن بطيارة هليكوبتر. والله العظيم زي ما بقولك قصة اللي بحكي لك اياها الان صارت على ارض الواقع قبل 3-4 سنين. اخو رضوان الكبير رشيدي جاب طيارة هليكوبتر وهبط فيها على ساحة السجن اللي كان مسجون فيه رضوان، وكان في داخل الطيارة موجود ناس مسلحين وقناصين، وهددوا الشرطة وقتها انه اي حدا بيعمل اشي، اي حدا بيطلق النار، هم معهم متفجرات على طول رح يفجروها ويقتلوا كل يلي بالسجن، المساجين والشرطة. هون الشرطة ما عرفت ايش تعمل، استسلمت لامر الواقع. نزل اخوه لرضوان من الهليكوبتر واخذ اخوه من نص السجن وحطه بالهليكوبتر وراح بعد عن السجن بمشهد هوليودي رهيب. المساجين وقتها قعدوا يزقفوا للي عمله رضوان واخوه. هون الشرطة الفرنسية برضه انحطت في موقف محرج، للمرة الثالثة رضوان يقدر يهرب منهم، وهي المرة الهروب كان بطريقة ما بتخطر على بال اي حدا. وبعد عملية الهروب هاي تنتشر فيديوهات من داخل السجن بكل مكان وتعمل ضجة كبيرة في فرنسا واوروبا ويمكن بالعالم كله. هو هذا الشخص الذي يدعى رضوان فايد. مسلسل فرار رضوان فايد. بعد اقلاع الطائرة ب10 دقائق هبطت المروحية بطلب من فايد ورفاقه وقفزوا منها واضرموا النيران فيها. المهم بعد عملية الهروب هاي ب10 ايام صياد فرنسي يلاقي ملابس السجن باحدى الغابات. مباشرة اتصل على الشرطة، الو انا لقيت ملابس سجين في الغابة، تعالوا شوفوا شو الموضوع. لما وصلوا الشرطة للمكان فعلا لقوا ملابس سجين موجودة داخل الغابة، وقعدوا يدوروا ويفتشوا بالمكان ولقوا أسلحة
لقوا أسلحة مدفونة تحت الأرض، ولما عملوا فحص بصمات اكتشفوا أنه فعلا بصمات رضوان موجودة على الأسلحة. فبعد هاي الحادثة عرفت الشرطة الفرنسية أنه رضوان لساته موجود في داخل المدينة نفسها، ما طلع لبعيد. كثفوا جهودهم أكثر وقعدوا يدوروا في كل مكان، وصاروا يراقبوا الكاميرات بالأماكن العامة والمحلات أول بأول، وبالفعل يقدروا يلقطوا في محل خلويات أو محل اتصالات. كان قاعد جوا المحل بيشتري حزم انترنت، كان بيضحك مبسوط. وبالفعل بعد 3 أشهر من المطاردة أعلنت الشرطة في صباح يوم 3 أكتوبر من سنة 2018 القبض على المطلوب الأول في فرنسا، رضوان فايد، في قرية بفرنسا اسمها كروي، نفس القرية يلي تربى وعاش فيها رضوان من هو صغير. صباح اليوم أعلنت السلطات الفرنسية القبض عليه، ولم يخرج بعد من فرنسا، تم القبض عليه هنا في شمال باريس في مدينة تدعى كروي وهي مسقط رأسه. ورضوان انحكم بالسجن لمدة 76 سنة، وما زال رضوان فايد موجود في السجن في مكان غير معروف، وكل العالم قاعدين بترقبوا هل رضوان رح يعمل عملية هروب جديدة ولا خلص كفاها الله.